من هذا الخبر نذهب إلى المصري اليوم وإلى شرم الشيخ وتصريحات رئيس الوزراء المصري إسماعيل من شرم الشيخ. الإرهاب يهدد العالم كله. استضافت مدينة شرم الشيخ مؤتمر الإرهاب والتنمية الاجتماعية بمشاركة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، كان منهم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، نائبا عن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. تحديدا كلام رئيس الوزراء قال فيه خلال كلمته إنه أغلب دول العالم بتعاني من تفشي ظاهرة الإرهاب، وتحدث عن معاناة مصر منذ عدة عقود، وأكد أنه الإرهاب استهدف المرأة والطفل والشيخ، وكان آخرها تحديدا تحدث عن الحادث الإرهابي بالكنيسة البطرسية بالقاهرة، وقال أنه الإرهاب بات بيهدد العالم أجمع. كما أضاف أيضا أن المنظمات الإرهابية تضخمت حتى أنها أصبحت وفق رئيس الوزراء وتعبيره عابرة للحدود، ما يحتم على المجتمع الدولي التصدي لها من خلال الإسراع في وضع المناطق المشتعلة على طريق الحل السياسي. ومنها أيضا تحدث عن حل مشكلة الشعب الفلسطيني وحقه في وطن مستقل ومستقر، وهو الذي يعاني أشد المعاناة من الاحتلال الإسرائيلي.